ميكيل يضع 50 لاعبا في قائمة الاحتياط لمعسكر المنتخب الأولمبي. عجبني الشغل اللي عامله روجيرو ميكالي. 50 لاعب، يعني هو راجل بيتفرج كتير وبيبص كتير، وبالمناسبه بيستقبل كل الفيديوهات اللي بتجيله، مش هو هو وفريق العمل اللي معاه بيستقبلوا كل الفيديوهات اللي بتجيلهم من كل اللاعبين وبيتفرجوا عليهم وبيشوفوه. ده يعني من ناس قريبه منهم جدا وشغالين معاهم قالوا لي هذا الكلام، وبالتالي واضح جدا ان هو شغال بشكل مستمر منذ أن جاء، وحتى الآن هو مستمر في أن هو يدور على مجموعة من اللاعبين للمنتخب الأولمبي خلال الفترة القادمة. اختار ميكالي، اختار 50 لاعب يكونوا موجودين معاه كاحتياطي للاعبين اللي موجودين.